صباح الخير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم الأحد بإذن الله بتأثر المملكة بمنخفض جوي يعمل على نشاط في سرعة الرياح الغربية المثيرة للغبار في الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، وأيضا إن شاء الله في هطول زخات من الأمطار الخفيفة في المناطق الشمالية. أما درجات الحرارة في الرياض رح تكون بإذن الله أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض نهار الأحد؟ بتسجل 31 درجة مع أجواء صافية، الملموسة 29 ونسبة الرطوبة 26% وسرعة الرياح 22 كيلومتر في الساعة، تكون شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا نهارا، بتسجل 18 ليلا 3 مع أجواء طبعا مغبرة بسبب الرياح النشطة، وعرعر 18 نهارا مع احتمالية تساقط زخات من الأمطار وأيضا أجواء غائمة جزئية بإذن الله، وأربعة ليلا. أما تبوك 19 نهارا مع أجواء مشمسة و8 درجات تنزل ليلا. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة 28 نهارا 15 ليلا مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله. جدة 31 نهارا مع أجواء مغبرة بسبب الرياح النشطة 19 ليلا. مكة المكرمة غيوم متفرقة 32 نهارا 20 ليلا. والطائف 24 نهارا و14 ليلا وأيضا بإذن الله غيوم متفرقة. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية ابتداء مع الباحة 22 نهارا 14 ليلا وأجواء غائمة جزئية. أبها 23 نهارا 14 ليلا وغيوم متفرقة. وجازان 29 نهارا مع أجواء غائمة جزئية وبتنزل بالليلة 26 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى مناطق الشرقية والدمام 27 نهارا مع غيوم متفرقة 16 ليلا. حفر الباطن كذلك الحال 27 نهارا 12 ليلا وأجواء مشمسة. أما الإحساء غيوم متفرقة 31 نهارا و17 درجة بتنزل ليلا. أخيرا نستعرض إياكم درجات الحرارة في مناطق الوسط ابتداء مع العاصمة الرياض 31 نهارا أجواء مشمسة 15 ليلا. بريدة 28 نهارا 10 ليلا وحائل 21 نهارا و4 درجات تنزل ليلا والله تعالى أعلى وأعلم. بالنهاية بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله. إلى اللقاء.